في الوقت الذي تحدثت فيه السلطات المحلية في محافظة أبيان عن تكثيف جهودها للارتقاء بالواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا، اكتظت المستشفيات والمرافق الصحية بالكثير من المرضى. الآن الحميات عندنا منتشرة بشكل كثير، نشتي من السلطات المحلية تهتم بهذا المستشفى ويكون دعم أدوية رغم موجودة السوايا، لكن نشتي أكثر لأن الآن في شهر رمضان حالات كثيرة زايد في مستشفى السباحة، أكثر من 50 حالة في من يوم الصباح إلى 10 في الليل. يؤكد ضابط النوبة المسائية بمستشفى الرازي الحكومي في مدينة جعار تسجيل ما لا يقل عن 60 حالة يوميا لأمراض الحميات بينها المكرفس وحمى الظنك، بعضها لا يسمح لها بالبقاء نظرا لعدم وجود أماكن لرقودها. الحميات تجينا بشكل غير عادي، يعني أمانة من بعض المناطق بالذات مناطق الدرجاج والميوح وباتيس والمخزن، هذه فيها بشكل وباء، انا اعتبره وباء، ولحد الان تجينا بحكم انه الطوارئ الرادي تستقبل كل الحالات ما نقدر نحصيها، تقدر يعني احتمال انها توصل لحدود 30 40 الى 60 حاله باليوم. بعض الوثائق الطبية في المرفق الحكومي تحدثت عن وجود حالات وفاة بين المصابين بعد عجز المرافق الصحية عن احتواء المرض، خصوصا وهو يأتي بالتزامن مع إغلاق المستشفيات في مدينة عدن ما تسبب بحدوث حالة من الإرباك في المراكز الصحية. إلى حد الآن الإمكانيات غير موجودة، أنا أقول لك بالذات قسم الطوارئ، نحن كل المستشفى الرادي متحمل على قسم الطوارئ، وقسم الطوارئ يتحمل هذا العبء بشكل عام، لأن العيادات هنا تشتغل الصباح المساء ما فيش، قسم الطوارئ يتحمل تقدر تقول المحافظة بشكل عام. الحالات المتزايدة للمرضى المصابين بالأوبئة التي بدأت في ضرب المحافظة جاءت لترفع من نسبة الربح في المستشفيات الخاصة كما يرى البعض، خصوصا في ظل ما تعانيه المرافق الصحية الحكومية من انهيار ناتج عن رداءة المنظومة الصحية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.